علاقتك معه؟ لا علاقتي معه ممتازة، أنا بخلقها إياه. الله يهنيكم. لكن ميز، إذا بتسامحيني استعد أسجل لك هذا البيت والمكتب اللي تحته كمان. أوف، كل هالقد طلعت رخيصة بنظرك؟ غالب أنا إذا بملك الدنيا كلها بملكك ياها كرمال ضفر رجلك. اعتبرني بسامحتك ومن زمان كثير. من قلبك. تفضلي تفضلي ارتاحي. الحقيقة أنا طلبتك تيجي لهون لحتى أعطيكي فرصة تانية. وأنا جاهزة. يعني بعد ما صار اللي صار فكرت أنا إنه غلطت، لأنه أنت مرة شريفة ونظيفة وحلوة، ولقيت إنه كل شيء صار بيناتنا ما كان لازم يصير. الله يخلي لي إياك يا رب. وإذا كان مشان الموضوع اللي صار بيناتنا أنا خلص نسيته، وبوعدك إذا بنتي بترجع لي الدكتور نورس لا بقى أشوفه ولا بقى أحكي معه. خلص لك. لا لا، مو هذا قصدي. إذا شو؟ يعني عم فكر إنه شو رأيك تتجوزيني وبضل دور على ريهام لحتى نلاقيها. تجوزك؟ لك شو بك انصدمتي ولا مالي قد المعاه؟ لا تأكيد مو بوعيك. والله أنت اللي مو بوعيك إذا بترفضي. والله لعيشك أحلى عيشة. يعني أنت عم تعترف إنه ريهام عندك؟ أنا ما قلت إيه، أنا قلت لك بدور أنا وياكي عليها. وإذا رفضت؟ بتدوري عليها لحالك. سوسن ليش هيك ساكتة؟ ليش متضايقة حبيبي؟ احكي لي شو بك؟ ما بعرف شو بدي احكي. حدا من اهلك زعجك؟ لا قصدي شغلة ثانية. طيب شو هي؟ جننتيني. توعدني اللي رح اقول لك اياه رح يضل سر بيناتنا؟ اكيد يا عمري. معن انا اخترت احكي لك الك لاني بعرف وبوثق انك بتحبني وما رح تنصحني بشي غلط. طبعا يا عمري، بس شو الموضوع؟ جننتيني. الموضوع بتعلق ببابا. عم بعيونه شو حيوان؟ معقول في حدا بالدنيا بيفكر بمرأة بيحبها ابنه؟ الله وحده بيعلم كيف مسكت اعصابي. ولك الحمد لله اللي قدرتي، مو ناقصنا مشاكل. هلا المهم شو بدنا نعمل؟ اتصلي بنورس فورا. لك شو خبره على الفاضي بس لاشغل له باله؟ لازم يشاركنا بالتفكير، وخصوصا بعد ما تاكدنا انه ريهام عند ابوه. من شو تاكدنا؟ من شو؟ نحن ما تاكدنا من شيء، بركي هاد كله حكي بس ليضل عم يلعب فينا. مستحيل. دحام مانو غبي لحتى يفكر انك ممكن تتزوجي قبل ما ترجع بنتك. ما بعرف شيء، انا ضعت راسي حينفجر. ما عاد عرفانه شيء. ما بعرف. السكوت جريمه. بعرف بس انا ماني قادره اعمل شيء. طيب انت اعطيني التفاصيل وانا بخبر الامن. مستحيل. معن هاد بابا. شو بعد بابا؟
والمرة اللي قتلوها شو ما عندها أبو أم وعيلة ولا شو؟ أنا بتمنى أي حدا بيغلط ياخذ جزاؤه، بس مو عن طريقي. شو رأيك نخبر نورس وهو يقرر عني وعنك؟ لا، نورس لا. ليش؟ نورس يمكن ما يفكر بطريقة صح بسبب قصة ميادة. معن، وعدني إنك ما تفاجئني بتعمل شيء رح يضايقني. سوسن انتبهي، رح يعذبك ضميرك طول عمرك وحياتك إذا ما عملتي شيء. فكري حبيبي، الله يوفقك. هي قصة ما بينسكت عنها حبيبي كرمال الله. فكري الله وكيلك هذا اللي صار، وأنا كل شيء صار معي إجيت قلت لكم يا. إيه يعني مالك مصدقني؟ مصدقك مصدقك، بس بتعرفي أبي طول عمره عقله برم وحتى بحاله بشك. يا سامر، أنا لو بدي ألعب معكم كنت ما خبرتكم. أكيد أكيد، لأنك ببساطة بتعرفي إنه مصلحتك معنا. وهلأ شو بدي أقول له؟ اخترع أي شيء. الو، كيفك استاذ رياض؟ اهلين ديالا. انا عم اتصل معك لاسالك، انت كيف عرفت اني انا اخذ الشرائح من عمار السيد؟ اي شرائح؟ استاذ رياض لا تشتغل فيني، الله يوفقك. ها انا خايفه تكون انت من طرف الامن وهو اللي دافشك علي. ولد يا عمي، بالنسبه للامن لا تخافي، اتسكر الموضوع باتهام موكلي، افهمي عاد لا تخافي. ايوه يعني برتاح من هالناحية؟ واتش يا أختي، ارتاحي ارتاحي، ما عندنا وقت. إن شاء الله. اتأكدت؟ أنا من الأول متأكد. المهم هلأ انتبهي على حالك كتير منيح، ولا تتصرفي أي تصرف بدون ما خبرك. ماشي؟ ماشي. يا عم سوس، والله منورة والله. هاتي لشوف بشري. ما في شيء، بس حبيت رجع لك الجهاز. ليش شوفي؟ نورس أنا تعبت، ما عاد قادر أكفيك. سوسن حبيبتي، أنت حقك تعتذري، بس أنا حقي كمان أعرف ليش. حق، بس اللي عرفته بقطع القلب، راسي ما عاد يتحمل نورس. معناتها عرفتي شيء عن ريهام؟ لا لا، قصت علي. طيب ممكن أعرفها؟ فيك تعرفها، بس أنا إذا حكيت ممكن طب ممكن موت نورس يمكن جن، ما بعرف. أنت ما بتتخيل قديش صعب اللي صار براسي، راسي ما عاد يتحمل براسي. طيب خلاص خلاص، طولي بالك، لا تحكي، خلاص ما في مشكلة. أنت بتحبي الحنونة؟ عم تدعي له لحتى الله يشفيه. يلا فوتي قاعدي معه شوي، انتبهي له لما افتح الباب. يلا كيف حنونة؟ طمنيني عليها. انتي شو بكي؟ شوفي، بعرف انه مو وقتها وبعرف انه مو ناقصك، بس شو عرفت بالصدفة شغلة فظيعة عن ابوكي وما بعرف شو بدي اعمل. تسكري تمك وأذنيك وعيونك. طب على الاقل اسأليني شو هي القصة. لا، لانه اللي فيني مكفيني مو ناقصني لسه قصص. ونصيحة مني سوسن، لا تخلي ابوكي يحس انك عرفتي عنه شي، لأنه إذا بيعرف إنك عرفتي سر من أسراره ما بتعرفي شو ممكن يزعل فيكي. فهمتي؟ Thank you.
الشبك فلشتيني. والله انت اللي فلشتيني. شو كنت عاملة؟ شو شايفتيني عم بعمل يعني؟ عم بتدرب. ما هو هذا اللي رح يوقف لي قلبي. ليش يعني؟ عم بتدرب مو عم شيل حجار وكسرها. لا حبيبتي، تعلمت من الدرس الماضي، لما بتكوني عم تتمرني معناها في شي براسك او في شي مصيبة جاية. لك ليش ما عم تردي علي؟ تركيني بحالي. ماني تاركتك لحتى اعرف شو بدك تعملي. حبيبتي هاي المرة مو مثل هديك المرة. انا هلا بدي افهم. بدي رجع بنتي. كيف؟ نفس طريقته. كيف يعني بنفس طريقته؟ يعني رح اخطف له سامر وبس يرجع بنتي برجع لقمره. برافو برافو عليكي، لانه هذا اللي ناقصنا بالضبط. مشان الله ما تتمسخري. اذا عندك حل تاني قولي انا جاهزه. ولك كبري عقلك، هذا سامر مو ابو نوراز. بعدين حبيبتي ريهام رح ترجع باذن الله. خليها لما تفوت من الباب وترجع تشوف امها بصحه وعافيه وناطرتها. بعدين اذا زبطت معك مره مو معناها انك بطلت الملاكمه بالعالم. خلصينا بقى. وينك حبيبتي؟ شو صار معك؟ نعم. تفضلي. شو هاد؟ عم تتغابي ما بتعرفي شو هاد؟ تاخدي حبة الصبح وحبة المساء وبعد شي أربع خمس أيام بتبشريني. طب بلكي صار لي شي؟ لك لا تخافي على حالك. إيه أنا بخاف عليكي أكثر ما تخافي على حالك. لا واضح. دحام أنت بدك تخليني أشوف الأولاد؟ والله اشتقت لهم. حبيبتي طابب ملعبي، كل ما عجلتي انت كل ما بتعجلي بشوفت الاولاد. طب هي كل شيء بدك اياه عم ساوي لك يا. شو هدفك من انه ما عم تخليني اشوفهم؟ شو هدفي؟ ليش مين قال لك انه انا كل ما بساوي شيء لازم يكون في عندي هدف؟ ما قلت لي كيفك انت ومرتك؟ على انو وحده عم تحكي؟ عن ميس ولا تجوزت غيرها؟ ايه نعم تجوزت. انت قدوتي، عم بقتدي فيك. كل حال مو غلط. شوف غالب، بعمري انا وياك ما كنا اصحاب ولا اتفقنا على رأي، ولكن بتخيل في يوم من الايام وقف هذا الموقف وطلب منك مساعدة. شو بدي اعمل؟ الزمن خانني وغدر فيني، لذلك عم بطلب منك مساعدة. على فكرة أول مرة بتفق معك بكل كلمة قلتها. حتى الأخيرة؟ رح أحاول ساعدك قد ما بقدر. حتى ولو كان خصمي هو خالك؟ خالي شو له علاقة بمقتل طليقتك؟ جاوبني على سؤالي. إذا كنت بريء رح ساعدك. أنا بريء والمجرم الحقيقي هو خالك. لا تسألني عن إثباتات، لو كانت بين إيدي ما كنت طلبت منك. شو المطلوب مني بالضبط؟ تعمل المستحيل لحتى أطلع من هون، لأنه هاللعين ما خلى شيء وما حاربني فيه وبهدلني بما فيه مرتي. ما بتعرف جوز هي متجاوبة معه. دايما كنت تلومني أني حبيت على أمك وطلعتها وتزوجت، وانت قلت من شوي أنك أنت مقتدي فيني، فممكن ما تحكي عن مرتي وتضايقني بالحديث عنها، لأنك ما بتعرف ممكن في يوم من الأيام يصير معك يلي صار معي وتكون أنت بهذا الموقف ويجي واحد يحكي معك مثل ما أنت عم تحكي معي. طيب ماشي، أنا كلنا أنا قلت لك رح أحاول ساعدك قد ما بقدر. مبدئيا بتشكرك، بس بتمنى عليك
إذا ما أنك قادر تساعدني أو وصلت لمحل ما أنك قادر تكمل خبرني مشان ما ضل عايش على أمل كاذب. يالا ما تلعبي معي، أنا هسا عم بقدم لك عرض رائع، إذا رفضتي اليوم بكرة راح تتمني عشرها. خايفة يكون الأمل حاسس على شيء؟ قلنا لك لا تخافي. طيب ممكن لسه تعطيني يومين وبوعدك تكون النتيجة إيجابية. وشو بده يتغير باليومين دخلك؟ بدي أعرف مكان الشخص اللي كان واسطة بيني وبين دحام، بدونه رح تطلع القصة براسي لحالي. ومين الشخص؟ أنا بساعدك. ما في داعي نعمل شوشرة، أنا اليوم أو بكرة بعرف محلي. ماشي، أنا رح بعطيك يومين، بس وينك؟ أي غلطة أو إذا حاولت تلعبي معي ترى رح تدفع الثمن غالي. أنت بلشت تدور على الديالات؟ من أول يوم سألني الرياضة ما ورد اتصال من موبايل ديالة لموبايل أي شخص ورد اسمه بقضية روعة؟ لا أبدا. معناتها الاستدعاء ما رح تفيدنا بنوب، بدنا نحصل على معلومات من الرياض. أنا هالكم يوم احتمال الرياض يطلب مني كم خدمة، أنا رح أحاول آخذ كل المعلومات مقابل خدمتي له. ماشي، تصرف بس ضمن الضوابط. أكيد سيدي أكيد. فهمت علي؟ دائما كنت تلومني اني حبيت على امك وطلعتها وتزوجت، وانت قلت من شوي انك انت مقتدي فيني، فممكن ما تحكي عن مرتي وتضايقني بالحديث عنها لأنك ما بتعرف ممكن في يوم من الأيام يصير معك يلي صار معي وتكون أنت بهذا الموقف ويجي واحد يحكي معك مثل ما أنت بتحكي معي. يلا أمورة قومي روح، مليت كتير. ما بدي اصلا الدب اللي عندي مو هون اليوم. هلا بيتصل فيك على الارضي وما بيلاقيكي. ايه بخيلك، بقول له نايمه. ما في داعي للمشاكل، انت بتعرفي انه جوزك كثير بغار. حبيبتي المشاكل جايه وجايه، انا هلا بس عم استنى ينقل البيت لاسمي، واذا بقدر حصل شيء ثاني بيكون كثير منيح. بتمنى اعرف ايمت ناويه تهدي وتستقري. لك انا مو ناويه ابدا يا بنتي، ما في رجال بيستاهل. هلا شيليني من سامر وبابا، طمنيني كيف انت وما انصرتوا؟ ما بعرف ميس، بس اتفقنا نضل مع بعض شو ما صار يصير، حتى لو ما تزوجنا. قادرين؟ كمان ما بعرف، بس انا مستحيل اتزوج حدا غيره. الله يكون معكم، بس قد ما قصت الفراق صعبه، انكم تضلوا هيك كمان اصعب بكتير. بتعرفي ميس، اوقات بيخطر على بالي انه نروح ونتزوج بلا موافقه حدا. اختي منسافر منهج برا البلد وعمرنا ما نرجع. اصحك تعمليها سوسن، حرام مشان امك ما بتعرفي شو ممكن يصير فيها. ميس بتعرفي اني انا مالي قد هذا الحكي، يعني هي افكار بتخطر لي هيك بس لحتى فائل حالي فيها، بس انا بعرف حالي ما رح ساوي شيء منها. ان شاء الله خير. ميس شو بكي؟ تعبانة كتير، حاسة حالي رح اوقع بارضي امبارح، حنونة ما خلتني نام كل الليل. طب قومي نامي جنبها. هيك عم فكر، بس الله يخلي لي اياكي سوسن، طبخة النار ما تنسيها، رح تلقاها نص ساعة. خلص ما تاكليها، قومي قومي نامي. اوه
الله يرحمه. ليه تركتيني؟ ليه؟ ليه كلكم عم تتركوني وتروحوا؟ ليه؟ شو عم ليه؟ شو سويت لك يا الله؟ ليش لك عم تعمل معي يا ربي؟ يا ربي دغيلك. الأوراس حاسسها عم تتحرك. حاسسها عم عليك الموجه. قلي انه ما مدت. قلي انه ساعت عايشة. قلي ليه تركتيني؟ والله انا بعيش فيك يا عيوني. انا بعيش فيك يا روحي. حبيبتي ماما. حبيب قلبي. يا روحي. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. والله حاسس فيك. الله يريح قلبك. هي ارتاحت. على الفكرة أنا صعيب يعني ما عشت معها مثلك وما كنت قريب منها. بس شهد الله علي لما خبرني نوراس. في شيء هيك شعل جواتي سبحان الله دم بحن. ميس طولي بالك. ميس ليش ما عم تردي علي؟ ليش ما عم تحاكيني؟ شفيت وما فيني شو وضعي تمام بس من كم يوم انتكست. لا ليش؟ انت السبب. انا؟ اول مواردة مالي عرفان شو في؟ واحد منكم سمع التسجيلات تبعيتي اللي بتخصني عندك لغالي. ما كلمة واحدة. عفوا دكتور أنا بدي أحكي معه. أنت بتعرفي إنه نحن من نفس العجينة ونقدر نفهم على بعض ما هيك؟ قولي لي بقى قد إيه أعطاكي غالب مشان التسجيلات؟ على فكرة هو تحت بتحبي إنداله؟ قولي لي قد إيه بقي معك المصاري؟ عم قلك قد ايه؟ 30,000. روحي جيبيهم.
هيك بيكون وصلني حقي. وليش بدك تبيع على الأرض؟ لازمني سيولة. أيوة قدي لازمان؟ ما بعرف قديش تسوى. أنت شفنا شي زبون أبو راتب وزبط لنا الموضوع. ماشي. دخلك شو في بينك بين الوالد؟ ليه؟ اتصل واحد من طرفه قال بده ياني زوره. شو قال؟ قال أنت ورا كل شي عم يصير معه. عرف بمين يستنجد. طيب كلامه صحيح يعني؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح أنت شو موقفك؟ موقفي؟ بنفتح له قنينة شمبانيا. الله وكيلك لسه ما شاف شي. والله لا كسر راسه تكسير. والله لا طالع حقي وحقك وحق أمك من عيونه. إذا احتجت شي خبرني. لا أنت خليك نضيف. ما تنسانا موضوع الأرض الله يرضى عليك. لا خلاص مو مشكلة. إذا ما لقينا هيك شي زبون مرتب أنا بأخذها. كتر خيرك. يلا ها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. مع السلامة. يا الله عليك يا فؤاد. ما لقيت غير غالي. معناتها بلشت ورقتك تصفر. مرحبا حبيبي. شو ايمتى اجيت؟ وين كنتي؟ اول شي بدي اقول لك البقية بحياتك. حياتك الباقية. وين كنتي؟ انا كنت مالي كثير، طلعت مشوار. لوين؟ غالب. انا ما بحب هاي الطريقة بالاسئلة. بعدين انت بتثق فيني ولا لا؟ طبعا. معناها لا بقى تسألني. والثقة مو مجرد كلمة بتنقال. ما اختلفنا. بس وين المشكلة إذا كانت الأمور واضحة؟ والله لو مع غيرك ما في غلط. ومعي؟ في مشكلة كبيرة. هلا إذا قلت لك وين كنت رح تسألني سؤال ثاني ورح جاوبك عليه، ورح يجي كمان سؤال ثالث وكمان رح جاوبك، وهيك بيصير سؤال وجواب وبدون نهاية وما رح ترتاح. طيب ممكن تجربيني هالمرة؟ اوكي. انا كنت بالكفة. انت ومين؟ فهمت ليش هلا اني ما بدي جاوبك؟ غالب انت ما اشتريتني. انا بطلع امتى ما بدي وبرجع امتى ما بدي. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك كل واحد فينا بطريق. أبي نحن تأخرنا كتير. موت حنان نسانا موضوعنا. أنا ما نسيت. أنت متأكد إنه ديالا ما جابت سيري لحدا؟ مليون بالمية ولو. تأكد على المظبوط قبل ما تصفي لحسابك. وصل يا كتير. هدول ما بدي اياهم وانا ما فيني خليهم معي. ما دام راح الغالي لا اسف على الرخيص. عادل الله يخليك ريحني وخذهم. ولو اذا بتكوني فاكره اني قدمت لك اياهم مهر بتكوني غلطانه كثير، لاني انا قدمتهم هديه. لانك بتحب. ايه ولهلا ما تغير شيء. عادل الله يخليك في دوري ترجعك.
امتى اتصل فيك رياض اخر مره؟ امبارح المساء. شو قال لك؟ اليوم اخر موعد لإلي. ابن الحرام عم يلعب لعبه كبيره. امبارح اتصل فيني وطلب مني اشهد ضدك. ومن وين جاب رقم موبايلك؟ ما بعرف. غريب، معي ما جاب سيرتك ابدا، بس كان يحكي عن ابوك كثير. امبارح كمان اتصل واحد تافه وهدد الوالد. معناها القصه انفضحت؟ لا لا اطمني، مجرد شكوك وظنون مو اكثر، بدليل انه بدهم حدا منا يساعدهم ويشهد معهم. طيب وهلا وين بدنا نروح؟ الوالد بده يشوفك. ليش؟ ما بعرف، حابب يحكي معك موضوع ضروري. سامر اذا في شي براسك ما بنصحك ابدا. ها ثلاث اشخاص بيعرفوا اني انا معك. يا عيب الشوم عليكي، بس حط حالك محلي. اذا خايفه انزلي. مالي خايفه، انا ضايعه. تثقي فيني ولا لا؟ ايه بوثق. معناتها لا تحكي شي ما له طعمه. عن جد انا اسف، بعرف اني قصرت بحقك، بس المشكله انه سوسة تعبت اعصابها كثير وما عاد بدها تكمل. ولا يهمك، حكيت معه وخبرتني. بس انا مكمل. ها لا تعب حالك، انا فكرت بحل اضمن واسرع. حلو، شو هو؟ قبل ما نفوت بالتفاصيل بدي منك وعد انه تساعدني. اها واضح انه في شيء مزعج. شو؟ انا قررت اني اخطف سامر واجبر ابوك يرجع ريهام. طيب ليش ما بتخطفيني انا؟ مو اسهل لك؟ شكرا كثير انك عم تمقلس. طبعا بدي اتمقلس، كان هذا حل؟ كنت متاكده انك رح ترفض. معلش تعدي وتسمعيني منيح. ما رح اسمع شيء الا كلمه موافق. ايه بس مستحيل. لو حاسس بحرقه قلبي كنت عرفت انه ما في شيء مستحيل. أبوك ليش اختار يشوفني هون؟ ما بده حدا يشوفكم سوا. رح يتأخر؟ لا لا، خمس دقايق بالكثير بكون هون. يلا إذا في شي بتعرفيه ومخبيتيه عني احكي هلا قبل ما يجي. ما في شي سامر. أكيد سامر، أنت أكثر إنسان لازم يوثق فيني. وأنا بوثق فيك. سامر سامر ميس. سلام عليك. تعيش. أنا آسفة ما رح أقدر لك تفضل، أنت بتعرف وضعي. حتى لو قلتي لي تفضل ما رح فوت، جاي آخذ بخاطري. شكرا كثير دكتور. ميس بس تفضي حكيني، حابب أشوفك. إن شاء الله. عمر لك. ليش هلا اني ما بدي جاوبك؟ غالب انت ما اشتريتني. انا بطلع امتى ما بدي وبرجع امتى ما بدي. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك كل واحد فينا بطريق. شو يعني ولا شيء؟ قلبت الدنيا عليها وما لقيتها. حكيت على الموبايل؟ موبايلها مسكر. ولك شلون بترجع بدون ما تنهي القصة؟ جيت استشيرك، خفت اعمل شيء من عقلي ويطلع غلط. معقولة تكون الشرطة مسكتها؟ ممكن، ممكن تكون شغلات تانية. مثل شو؟ احتمال تكون خافت نعمل فيها مثل ما عملنا بروعة، واحتمال يكون المحامي قناعة تمشي ضدنا. هلا قصة المحامي انساها.
قلت لحالي قصة ديالة بدي اياها تحت اي ظرف وباسرع وقت. ماشي، بس في خبر تاني زعجني. ها؟ بلش البوم. شو في؟ سمعت انه بلشوا يحققوا مع غزوان. مسكوه يعني؟ لا، بس كل كام يوم عم يستدعوه للتحقيق. مو مشكلة، بيصمد غزوان بيصمد ان شاء الله، بس نحن لازم نفرض اسوأ الاحتمالات ونتصرف على اساسها. انت هيك علمتني. حبيبتي شو بك؟ ليش مانك على بعضك؟ تعبانة كتير يا مان، اليومين ما عم بقدر نام، كل ما غفلت عيني بشوف كابوس. عم تفكري بنفس القصة؟ ما قدرت انسى ولا رح تنسي بحياتك اذا ما ريحتي لضميرك. مان في مجال ما تضغط علي اكثر من هيك؟ انا مستحيل اكون سبب اني اذي لبابا. انا اسف، بس اذا انت من هلا بلشتي ضميرك يتعبك وتشوفي كوابيس، بكره شو ممكن يصير اذا سمعتي ابوك يعمل جريمه لا سمح الله؟ ما بعرف. ايه ولا انا بعرف. سيدي هلا اجانا خبريه ان المحامي رياض شرف الدين تعرض اليوم الظهر لاطلاق نار وتوفى فورا. كل مره القصه عم تعقد. شفت المخفر تبع ادوار المنطقه اللي صارت فيها الجريمه؟ خليهم يستكموا اجراءاتهم ويبعثوا لي الملف. حاضر سيدي. برايك مقتل رياض له علاقه بهذه الروعه؟ هذا يلي عم فكر فيه. احتمال وارد، لازم نهتم بكل الاحتمالات. هذا المحامي ماسك قضايا كثير شائكه. بجوز وحده منهم سبب قتله. كل شيء وارد. روح تصرف بسرعه. روح. احتراماتك. حياتي في مشروع براسي وراقي كثير وبيجينا مصاري منه وبتربح. حبيبتي انت بتعرفي انه انا ما بعرف اشتغل غير بالهندسه. اي مو مشكله، بكفي انا بفهم فيها. انت مول المشروع واترك الشغل علي. لا لا حبيبتي لا، موضوع الشغل هذا بتتركيه علي لي، وانت بتعرفي انه انا ماني مقصر معك منو. حياتي ما حدا قال انك مقصر معي، بس انا كمان عمل لحالي، وبعدين يعني ما عندي حدا غيرك يساعدني. ان شاء الله خلال شهر شهرين رح افتح مكتب هندسي، وساعتها ممكن سلمك ادارته ونضلنا مع بعض كل الوقت على طول. هلا بدك يعني كنس وامسح واعمل لك قهوه وشاي؟ لا لا لا، شو هالحكي؟ ما في خيارات تانية الا اذا شايفني بنفع مستشاره هندسيه. ليك حبيبتي، بكره بس اخذ المكتب وحط قدامك خيارات كثيره، وساعتها اختاري الشيء اللي بناسبك واشتغلي. من هلا رح اقول لك ما رح يعجبني شيء. شوف غالب، قدامك حل من الاثنين، يا بتعملي المشروع تبع البوتيك يا رح ارجع لعند عصام اشتغل. رجعنا لهالقصة. حبيبي انا ما عم بجبرك على شيء، اختار اللي بيناسبك وقلي.